اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج رأيك مهم. حلقتنا لهذا اليوم سنتكلم عن القضية الفلسطينية، هل ما زالت هي يعني قضية إسلامية عربية؟ هل لا زال هذا الموضوع يهمنا؟ هل لازمنا نتفاعل مع هذا الموضوع؟ وتساؤلنا سيكون ما هي الأساليب التي استخدمتها هذه الحركة الصهيونية في إشغال المسلمين عن قضية فلسطين؟ يعني الآن أعتقد والمشاهدين الآن يتفرجوا يعني يقول لك كيف فلسطين وإحنا مجعوثين وإحنا في هذه الأوضاع. حقيقة هذا هو سيكون محور نقاشنا لهذا اليوم. سنتكلم عن كيف استطاعت هذه يعني الكيان من أولا الاحتلال وبعدين إشغال العرب والمسلمين بقضايا تجعلهم بعيدين عن قضيتهم المحورية التي هي قضية فلسطين ومقدسات الأمة الإسلامية. إذن سيكون هذا هو محور نقاشنا. سنستقبل آراءكم ومشاركاتكم على الأرقام التي ستظهر على الشاشة تباعا لاتصالاتكم. هناك رقمين مخصصين لاستقبال اتصالاتكم، لرسائلكم النصية عبر تطبيق الواتساب نستقبلها أيضا على الرقم المخصص. إذن مشاهدينا فاصل قصير ثم نعود. من جديد أعود إليكم مشاهدينا. قبل الفاصل تكلمنا عن أن موضوع الحلقة سيكون حول موضوع القضية الفلسطينية، هل لا زالت هي قضية الوجدان العربي؟ هل لا زال العرب أو المسلمين تحديدا يتفاعلوا مع هذه القضية، أم أن ما وصل إليه الحال من انشغال الناس بالحروب التي صنعتها الميليشيات تحديدا المدعومة من إيران في أكثر من منطقة عربية وأشغلت الناس عن هذه القضية؟ سيكون هذا محور نقاش. أنا معي مفيد، السلام عليكم. كيف حالك أخي مفيد؟ الحمد لله. طيب مشاهد نعم، ما هو الموضوع اليوم؟ نتكلم عن القضية الفلسطينية، هل لا زالت قضية عربية إسلامية أم أنها تحولت إلى شأن فلسطيني؟ مكان فلسطين هي فلسطين، مكان شرطة عربية، لا مش شرطة إسرائيل ولا شيء. ما اسمعكش مفيد. فلسطين عربيه؟ نعم نعم. في شرطه فلسطين مكان عربيه، بس ليش لا حد يقدر يحتاله ولا شرطه فلسطين ولا اي بلد يحتاله؟ اي فلسطين مكانها شرطي. ايوه بس اقصد الان مثلا مع التداعيات اللي حصلت، يعني ترامب قال انه بينقل عاصمة امريكا الى الى الى, إلى القدس، يعني معناته انه اعتراف بالقدس انها عاصمة لإسرائيل. هذه المواضيع يعني ما كانت تشتمر مرور الكرام سابقا، يعني كان الناس العالم العربي ينتفض يخرج في مسيرات يعمل يندد. يعني اليوم هل ترى انه عاد لا زال العالم العربي والشعوب العربية لا زالت مهتمة بهذا الموضوع، ولا كل واحد حانب باللي عنده؟ أنا أظن مستمر، يعني مستمر، يعني فلسطين حاشين فيه. طيب يعني هل فكرة إنه هي مستمرة لكن مع المشاكل التي تحصل في كل دولة؟ يعني الآن أنت في تعز مثلا حانب بالميليشيا الحوثية، في صنعاء الميليشيا الحوثية جالسة تعذب للناس وتحجب الإنترنت في يعني هذه كل منطقة حانبة بنفسه. يا أسامة يا أسامة، بالأمس كانت سباقة مكان هنا في الدفاع الجوي، لم نستطع أن نعقد النوم، لا تفرج بذات الشبكة، قلت لها مشاكل تحلل. نعم. طيب أشكرك مفيد. معي حمود من السعودية، السلام عليكم. وعليكم السلام أخو أسامة، كيف حالك؟ حياك الله أخي. والله أنا أعتقد بالنسبة للقضية الفلسطينية في طواطئ عربي، في طواطئ يعني أكيد بالمئة ما فيه كلام، عرفت؟ بس أنا الذي لاحظه أنت يعني عندك في اليمن أخف من الإسرائيليين. أنا لاحظ أن الفلسطيني يحدث الإسرائيلي بحساء يجي يستأشره أو يطرده ينحاش،
انت تحداك تقتل حوثي بحصى يقتلك سيده. يعني شوف الفرق ما بين الاسرائيلي والحوثي، الحوثي اقوى من الاسرائيلي. نعم، اذا هي هذه الفكره اللي يعني التي تراد، انه والله في النهايه هذه الميليشيات التي هي مدعومه من ايران وكانها تخدم الاحتلال الصهيوني، انه والله احنا حبوبين احنا ما نعمل بكم زي ما يعملوا بكم الميليشيا الايرانيه. لا انا لا لا انا اعتقد اقوى من الميليشيا، اقوى من الاسرائيليين. لا انا يا اخي اذا حصلت مثلا اذا انا في اليمن او انسان مواطن قتل الحوثي بحصى، انا اعتقد ان الحوثي بيقتله بالرصاص فورا، لكن انا شاهد الفلسطيني يحذف بالحصى الاسرائيلي ويعمل لهم سيل الدموع او يستعصروا او زي كذا. ما يقتلوا الا خلاص ضغط المراره ان يقتلوا، لكن باليمن لا، انا شاهد اقوى من الاسرائيليين. يعني شكرا لك. نعم حمود انا اشكرك. طبعا هذه ملاحظه مهمه، يعني وهي هذه الخلاصه التي يعني يريد او مهمه الميليشيات المدعومه من ايران، مهمه الدور الايراني بشكل عام في المنطقه. يعني اليوم عندما نتكلم عن القدس بقى موضوع القدس محتكر على هذه، يعني وكان ايران تقول انا التي ادافع عن القدس وانا صاحبه الدفاع عن القضيه الفلسطينيه وكذا، بينما نلاحظ ان الميليشيات التي تدعمها ما عمل إيران في يعني دمرت سوريا، دمرت العراق، الميليشيا التي تدعمها في اليمن أيضا. إذن الأفعال التي ترتكبها الميليشيات المدعومة من إيران في كل المناطق هذه تخلي الناس تقول والله يا أخي صلنا اليهود أرحم، وهي خدمة غير يعني خدمة غير مباشرة. أنت اليوم لما تقول أيهما أشد وأيهما أشنع، هل هو الميليشيا الإيرانية ولا الاحتلال الصهيوني؟ خلاص تتفرج كذا تقول والله اليهود حبوبين طيبين. هذه الخدمة التي تقدمها اليوم الميليشيات المدعومة من إيران، أولا أن يتناسوا الناس القضية الفلسطينية، وأن يتحول موضوع الحديث عن القضية الفلسطينية وكأنه إذا تحدث عن القضية الفلسطينية فأنت محسوب على إيران، وهذا ما يحصل الآن من إرهاب حتى للناس الذين يتكلموا عن القضية الفلسطينية. أنتم أصلا ويريد مثلا عندما يتصدر الحوثي المشهد في اليمن يقول هو القدس ويوم القدس والاحتفالات بالقدس، ويتحول موضوع القدس أنه هؤلاء الأشخاص وهذه الميليشيا، حزب الله في لبنان، الميليشيا الحوثية في اليمن، الحشد الشعبي في العراق، هذه والميليشيات التابعة لبشار الأسد أيضا في سوريا، وهكذا هؤلاء كلهم يصدروا أنفسهم إلى أنهم هم محور الممانعة وهم الذي يعني يقفوا في وجه الصهيونية، بينما هم يقتلوا العرب ويدمروا الدول العربية. معي إدريس، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. هي الله يسلمك أخي عمر، كيفك؟ حياك الله. ما قلته صحيح، يعني أنت قبل شوية تتكلم ما قلته صحيح. ميليشيات إيران في اليمن، في سوريا، في لبنان هي تحمي إسرائيل، ليست تقتل إسرائيل، هي من تحمي إسرائيل. هم عملاء أصلا، هم عملاء لإسرائيل والأمريكان. نعم. شعاراتهم الموت لأمريكا والموت لإسرائيل، كم أمريكي وكم إسرائيلي يقتل. الذين تقتلهم مسلمين، يمنيين، سوريين، عراقيين، لبنانيين فقط. صحيح، يعني اليوم يتشدق الحوثي بالقضية الفلسطينية وهو يحاصر تعز، وهو يقصف الخوخة بالكاتيوشا على رؤوس المدنيين. وعلشان وبعدين في المقابل لما يجي يقول لك والله قارن، يلا قارن أي نرحم الحوثي ولا الإسرائيلي، إيش تقول أنت؟ لا والله الإسرائيلي يرحم. كم ثلاث أيام مظاهرات بفلسطين، كم قتلوا وكم جرحوا، بينما ساعات واحدة داخل صنعاء كم قتلوا وكم جرحوا وكم عدموا. نعم، إذا هذا هو واضح. نعم صحيح، هذا هو هدف الميليشيا. هذه هي أداتهم، قتل السنة، يعني هذه جماعة إرهابية إيرانية، يعني طائفية 12، يعني كلهم كذاب. نعم أشكرك إدريس. نعم، الذي يقول أنهم يتحرروا القدس وأنهم يفعلوا وأنهم يتركوا، الداعية الموت الأمريكية والموت الإسرائيليين وأصحاب تعز وأصحاب الخوخة وأصحاب الحديدة وصانعة كلهم يتقتلوا، مش الأمريكيين ولا الإسرائيليين. نعم صحيح، أشكرك أخ إدريس. إذا كما ذكر الأخ إدريس وكما ذكرنا أيضا، أنه فكرة هذه الميليشيا وهذه الدولة الإيرانية مع مشروعها تدمير المنطقة وتحويلها إلى بؤرة الصراع الطائفي بالشكل هذا، هو يخدم الاحتلال الصهيوني بشكل واضح. أولا عندما نتكلم عن يعني كانت الشعوب تنتفض، تخرج في سوريا وفي العراق وفي اليمن، تخرج تنتفض وتضغط على الحكومات وتعمل ضغط رأي عام وكذا، اليوم
ما عاد فيش الا ثنتين دول يخرجوا يعني. كل دوله عملوا لها خازوق، ونجد ان الخوازيق هذه ايرانيه بامتياز، وتجي في نفس الوقت تقول هذه الميليشيا او تقول الميليشيا هذه كلها تتشدق باسم القدس وكلها باسم القضيه الفلسطينيه وكلها. اذا هذه هي الوسيله التي تم استخدامها من اجل تمزيق الوطن العربي، تمزيق الوطن يعني العالم الاسلامي، من اجل ان تبقى يعني يبقى الكيان الصهيوني مسيطر على فلسطين. خلونا نشوف بعض الرسائل التي وصلتنا على الواتساب في هذا الموضوع. أبو أواب السروري يقول: يحاول الصهاينة زعزعة الوطن العربي والإسلامي حتى يتسنى لهم تمرير مخططاتهم كيف ما يشاءون، لأنهم يعلمون أن المسلمين كتلة قلوب يقودها دين واحد وشريعة ربانية واحدة تجعل رابطة الأخوة الدينية أقوى من رابطة أخوة الحسب والنسب والدم. لذلك يعتقدون أنهم إذا أشغلوا العرب بقضايا أوطانهم سيسكتون عن القدس، ولكن هيهات فللبيت رب نحمي. إذن هنا يتكلم عن إشغال الناس بالقضايا هذه، مش حتى يعني تخيل انت الان في اليمن وحدها كم الناس مشغولين، تعز معك في البيضه مشكله، معك في الان الخوخاء، معك الساحل، معك مارب، معك عدن، معك هذه كل منطقه فيها الناس مشغولين بها، وبقيه الدول العربيه، العراق فيها هذه الاشكاليه، سوريا فيها هذه الاشكاليه، هذه المشاكل ما هيش يعني تشعر انها مفتعله من اجل هذا الشيء. الحين لما تجي تقول للحوثي مو تشتي من تعز، ليش تحارب الناس في تعز؟ تواعش. فين دواعش؟ هذول ناس تواعش. ومن يدعم هذه الميليشيا؟ يدعمها إيران. ما الفائدة من دعم هذه الميليشيا ومن الحروب هذه ومن الاقتتالات؟ المستفيد هو العدو. أبو جواد يقول: القدس قضية إسلامية وستظل إن شاء الله رغم أنف الصهاينة. الله يقول: الله يحمي، اللهم يحمي القدس وأهله. طيب معي اتصال. السلام عليكم. السلام. حياك الله. من معي؟ أنا معك واعد من أسباب ناسحة، وأنا سنين من بلادنا مهجورين. من ذباب؟ ما عاد نشوفه. أيوة من ذباب. أنتم نازحين الآن؟ نازحين في المهرة، الحالة صعبة، مش معنا، تعبنا، نتعب. طيب مش قادرين، مش تم تحرير ذباب، مش قادرين ترجعوا يعني؟ لا ما خلقناش نرجع. من اللي ما خلاكم ترجعوا؟ دلعين ساكنين صحبة ايش المقاومة الاماراتي ناف والسوسين وكلهم هنا نازحين من مكان لمكان، والنزح تعب في دار وكل شيء، انا جالسين في المهرة ما يعطونا شيء، كم جالسين سنة وشهرين دلع. طيب يعني ما فيش حد رجع لبيته؟ يعني كلكم عادكم نازحين في المكان هذا؟ كل ما شيء يرجعوا يقولوا لنا عشوي في العمارين الحويته هذين اللي ضرهم الله يضرهم، ما خلونا نرجع. نعم. كل ما شيء يرجع وتعبنا الحويته. نعم. طيب اشكرك اختي طالبيه، انا نازحه من ذباب. هذا تخيلوا كنا يعني لا يعني ذباب تم تحريرها لكن عاد فيها قاعدة عسكرية، ليش ما يقدروش يرجعوا؟ لأنه عاد في منطقة ما تمشي تحريرها اللي العمري جالسين يعني يضربوا. يعني تخيلوا أنت تتكلم اليوم، وأحيانا تتكلم عن القضية الفلسطينية، وكنا هذه القضية أنه والله النازحين الفلسطينيين واللاجئين ومش عارف إيش والمعتقلين في السجون، اليوم ما الذي تفعله هذه الميليشيا؟ نفس الفكرة، ومش نفس الفكرة أيضا، تجاوزت الفكرة. يعني الاعتقالات وبعدين الضرب ومنع الزيارة بشكل مرعب. هذه تخدم الكيان الصهيوني. بكيل السلام عليكم. ألو أسمعك. حياك الله أخي، تفضل. الله يحييك. نعم تفضل أخي. تعرف بالبرنامج؟ نعم أنت على الهواء أخي. ليش؟ أنت على الهواء، تفضل تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. والله أشياء أشارك من كان موضوع الأخير الذي وجد صنعه. طيب تفضل. يا أخي من جملة تحالف التحرك وسرعة دعم
الجبهات الذي بطل صنعاء مثل جبهات نعم العودين الآن يقتحموا البيوت صنعاء ويسجلوها نعم. طيب بكيل أنا أشكرك. إذن بكيل يحث أو يدعو التحالف والشرعية إلى التحرك سريعا نحو صنعاء. ما يحصل في صنعاء أيضا شيء مرعب جدا. موضوع الاقتحامات وهذا سيكون محور حديثنا طبعا. فكرة يعني الاقتحامات وأيضا أخبار عن مقتل صحفيين أيضا تابعين لليمن اليوم، هذه أشياء مرعبة عند لها الجبين، سيكون محور نقاش الحلقة القادمة. الوضع المأساوي الذي في صنعاء الآن من تكميم الأفواه، وعاد الحوثيين كمان عملوا رقم ساخن لتبليغ عن القيادة المؤتمرية يبلغوا بهم عشان يعني شيء مرعب جدا. هذه الأشياء تصل إلى النتيجة أنه هناك شعب بأكمله مختطف بيد هذه الميليشيا. ميليشيا جعلت الناس تقول أن الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني أرحم. لكم أن تتخيلوا، لكم أن تتخيلوا إلى أين وصل الوضع. تعليقات عبر صفحتنا على الفيسبوك على البث المباشر. مشترك اسمه أنا غير يقول الفلسطينيون يقول معهم عدو معروف وهي إسرائيل، أما نحن معنا عدو أخطر من إسرائيل وهو الحوثيين المجيوس الفرس التابع لإيران ومخطط إيران الفارسي. صالح مصلح المدرحي يقول قضية فلسطين هي جوهر الأحداث في الشرق الأوسط، وما يحدث في العالم العربي من حروب وصراعات مذهبية هو مدبر ومخطط له لعقود من السنين من قبل الصهاينة والصليبيين الغرب لإضعاف العرب ولصرف النظر عن قضية فلسطين. كلام مهم. نبراس عبد الكافي الجبري يقول أصبح حالنا مع الحوثي كحال الفلسطينيين مع الصهاينة في إعلان الدول العربية والإسلامية تحرير صنعاء والقدس. على الفردي يقول كل يبقى على قدسه، أصبح لكل منا أقصى محتل. وهذه عيضة الزاهرة يقول القضية الفلسطينية هي القضية الإسلامية المقدسة. إذن هذه كانت مشاركات على صفحة على البث الحي على صفحتنا على الفيسبوك. معي طارق من تعز. السلام عليكم. السلام الله عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. ما سمعكش يا رئيس. لو تعيد كلامك لأنه ما سمعتكش. قلت أنا قاعد في تعز وأصلي من صعدة يا أخي، أنا أريد أن أقول للشعب اليمني أني نعم عظيم أنهم من إيران دريت. نعم تسمعني؟ نعم نعم. الحوثيين أولى مخطط من إيران. أقول الشعب اليمني أن يكون صفا واحدا أولى الحوثيين مجرمين يا أخي. والله أنا كنت قايد في ألقاء مع الشرعية وانضميت إلى الشرعية من جرائمهم. عبد الملك هذا الحوثي الجبان إيران مرتاح مقيد في القبائل مجرمين. الشعب اليمني أن يتحد واحدة ضد السياسة الفارسية الظالمية يا أخي. نعم طيب. والله العظيم اسمعني، والله العظيم يا إيران أنها ترسل السلاح إلى الحوثيين. وعلي صالح أنها قالوا له من زمان قالوا قتلوه، هذا بيقوم ضدكم، هذا مجرم، هذا ضد الشيعة وضد الإمامية. يا أخي أقول للشعب اليمني والله يا هذا عبد الملك الحوثي والله إنه أكبر مجرم، أنه سفاح لا شيعة لا أي مذهب. نعم طيب أشكرك أخ طارق. طبعا يعني الاتصال كان ضعيف لكن يعني حاولنا نفهم هذا، يعني ما فهم أنك تتكلم عن أن هذه الميليشيا أو الحوثي هو يعني مدعوم من إيران. هذا الكلام الكل متفق طبعا عليه، لكن الذي نريد أن نتكلم فيه فكرة أن هذه الميليشيا سوقت نفسها في البداية وتسوق نفسها في البداية أنها من الذي يعني أن القضية الفلسطينية هي القضية المحورية وأنه مش عارف إيش القصة هذه كلها الكذب هذا كله. اليوم نلاحظ أنه النتيجة هي هذه، أن الدول العربية التي فيها ميليشيات إيرانية مدعومة من إيران كلها انشغلت وكلها تدمرت وكلها دخلت في هذه الحروب المرعبة، والناس ما بين معتقل وهارب وشريد أو ما بين واحد في يعني يحارب إخوانه في نفس البلد.
باسم انه بيحرر القدس. يعني جالس الان يحاصر تعز على اساس بيحرر، وجالس يضرب البيضاء على اساس انه بيحرر القدس، وجالس الخوخه. تخيلوا انتم انما يخرج الحوثي من الخوخه، كان محتل الخوخه، تم تحرير الخوخه، مجرد ما خرج من الخوخه يضرب المدنيين بالكاتيوشا، المدنيين يعني، يعني وكان هؤلاء اي يعني خلاص ما دام ما نش موجود عندك ما نش انا يعني متحكم عليك وانهبك وابتزك، اذا ما نش موجود اذا بقصفك عادي خلاص موت ما ايش فائدتك. تخيلوا الى هذه الميليشيات وهذا الفكر يجي يقول لك احنا اصلا احنا اصحاب القضيه الفلسطينيه. يعني تخيلوا الى اين وصل هذا الموضوع. حمدون السلام عليكم. فصل حمدون. طيب فصل حمدون. ألو. ألو. هلا. هلا مرحبا. كيف حالك طيب؟ سلم الله عليك أخي. من معي؟ أنت اللي اتصلت ولا أنا؟ أيوة معك حمدون محمد. حياك الله أخي تفضل أنت على الهواء. كيف حالك؟ سلم الله حالك. يا أخي بغيت أشارك في البرنامج هذا. تفضل. اكتم بس اكتم صوت التلفزيون يا اخي. اكتم صوت التلفزيون يا اخي. اشتي كلمة الشعب وجي رسالة للشعب. تفضل. انا اقوم ضد هذه الميليشيات. نعم. اشتي الشعب ينتظر يا اخي. هذه الميليشيات والله العظيم ما فيها خير للشعب اليمني. وجي رسالة لا تهانوا بشكل عام لا الزراني. ليش بقى يا اخي ما يقومون ليش؟ نعم. بالحين لديهم بالحين فرصة، فرصة كبيرة، لازم يقوموا يقاوموا الشرعية. نعم. وصار الشعب اليمني كامل القبائل، وين القبائل يا أخي؟ يا أخي والله وليت الشلوب أنا يا أخي. نعم. يا أخي حرام يا أخي. أرجو من الشعب اليمني أن يقوم ضد هذه الميليشية. لا نريدها أبدا. الموت والله أهون من هذه الميليشية. أهون. وين الشريعة يا أخي ما تقوم تحرر اليمن كامل؟ نعم. طيب أشكرك أخي. البطاعة هذه ما نبغاها، البطاعة هذه ما نشتيها يا أخي. نعم. إذا رسالتك واضحة أخ حمدون. معي ناصر من شبوة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ سلم الله حالك أخي. حياك. حياك الله. يا أخي قبل قليل نسمع من قناة يمن شباب هذا يعني في نشرة الأخبار تمام؟ وهي تواصل مع المراسل في عدن حول قطاع الخط يا أخي على طريق لحج في قطاع على المواطنين الشماليين. نعم. وهذا يا أخي المفروض أن الموضوع هذا مثلاً نتبناه مثلاً يعني يكون خلنا هي الجهة مثلاً اللي واقفة بعد هذا يعني مثلاً الداخلية أو إجراءات أمنية من الأمن المحافظ. يعني ما السبب بالبطاقة الشخصية يعني اليوم الرابع على التوالي قطاع أبناء المحافظات الشمالية يعني في ظل شرعية ووحدة. هذا إحنا الآن في ظل وحدة ما قد نصلم الآن يعني إيش الموضوع هذا الإجراءات على الداخلية ودارة الأمن اتخاذها وبيانها للناس يعني قطاع بالبطاقة الشخصية اللي من تعز من أب من الحديدة من أي محافظة شمالية كلهم اللي يجوا من شمال الحوثيين ولا إيش الموضوع بالضبط؟ طبعا اخ ناصر رغم انه الموضوع مش موضوع الحلقه لكن كلامك مهم حقيقه. واللي حصل انه قبل هذا الاجراء كان هناك توجيه من رئيس الوزراء في هذا الموضوع وانتشر يعني التصريح هذا موجود التوجيه برئيس الوزراء وجه وحتى نشره في صفحته على تويتر انه يتم استقبال النازحين من المناطق التي تحت سيطره الميليشيا. هذا طبعا موضوع استثنائي نتكلم عن النازحين اللي لكن المواطنين ايضا موضوع احتجازهم لمده 3 أيام هذا شيء غريب. طبعا الذي عامل هذا الاجراء هو الحزام الامني وكما تكلمنا اكثر من مره الحزام الامني هذا لا يتبع لا وزارة الداخلية هو يتبع الإمارات ولما نتكلم كذا يقول أنتم ما تحبوش الإمارات أنتم مش عارف إيش. وهذا سيكون أيضا الموضوع سيكون إذا يعني هو إحنا نستغرب من فكرة أنه رئيس الوزراء يعطي توجيه والتوجيه هذا يعني بعد التوجيه مباشرة يتم الإغلاق. هذا شيء غريب جدا وأيضا تصرف غير مفهوم من الحزام الأمني. أحمد من الرياض السلام عليكم. السلام. حياك الله يا أخي. حياك أخي. حبيبي الغالي موضوعنا بالنسبة للقنواتكم الفضائية التابعة للشرعية. نعم.
اعتقد انه وضع في الساحل الغربي ان المقاومه الجنوبيه لها دور الفعال، بس ما حد يذكرها، ما ندري ايش اللي حصل بالضبط. من وبالنسبه للدكتور بندغر اللي قال على الشماليين النازح من الشمال للجنوب يكون اطفال ونساء، مش الحرس الجمهوري والامن المركزي، هنا في اشتباه في الموضوع. مواطن انا اشتنزل عدن بسافر بالطائره. شوف مواطن قط في عدن ما يعتبر مواطن، هذا خصم. اي بني ادم من اي محافظه شماليه يعتبر خصم؟ لا عفوا معلش، ما تكلمنا كذا، قلنا اطفال ونساء اهلا وسهلا. طيب الرجل كان في الامن المركزي او في الامن القومي او في الامن السياسي او في الحرس الجمهوري وقتل، هذا مش خصم، هذا يجب ان يسحل. لا لا خليك موضوع السحل، هذا موضوع اخر. انا اتكلم انه الان هنا مواطنين من محافظه شماليه يشتوا يوصلوا تعز، يشتوا يوصلوا عدن عفوا، على اساس معهم يا اما بيسافروا او كذا، تم منعهم من الدخول. هذه الاشكاليه اللي حصلت. اخي الكريم احنا الرؤيه واضحه، بندغر رجل مسوس وهو ذي العفاش وما زال بيلعب بذيلته. وبندغر انت عارف في 94 هذا رئيس وزراء، هذا رئيس وزراء اليمنيه. خلينا نتكلم واقعيا، إذا رجل رمى عفاش في البحر ورجع يخدمه وآخر شيء جاء في عدن يثير القلاقل والمشاكل فيما بين الناس، خلنا نكون واعيين وتقبلوا الأمر. إيش المشاكل اللي عملها بندغر؟ نعم؟ ما هي المشاكل اللي عملها بندغر؟ الحياة الغير طبيعية في عدن هي من بندغر، الأموال اللي بتهرب، الأسلحة، الخلايا النايمة اللي باللغة لعلمك الناس فاهمة وعارفة كل شيء، يعني ما حد غشيم في الأيام هذه. هذا كله عمله بندغر. هذا بندغر وزباينيته. لانه اليوم انت عارف يعني اقصد معلش يعني اخ احمد بن رياض، انا طبعا انت لك الحق في ان تقول رايك، لكن هذه الان معلومات مش منطقيه، يعني في النهايه احنا معلومات احنا منطقيا، احنا لا 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 مش منطقيه. نازح من الشمال مش اطفال ونساء او 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 كبار في السن، اما امن المركز وامن القومي اللي غسلنا أخي بالنسبه للموضوع امن المركزي وامن القومي هذا شيء اخر، لكن احنا نتكلم عن مواطن يمني يريد ان ينتقل الى محافظه في الجمهوريه اليمنيه، ليش يمنع لما قد في دوله ثانيه، لما يحصل انفصال قد في دوله ثانيه يعملوا الناس تاشيرات، اما الان لا زالت محافظه اللي عملنا استقرار في 2015 خلايا نايمه. صحيح. هذه الخلايا النايمه يتم ملاحقتها عبر الاجهزه الامنيه، هذا الذي احنا نقوله، لكن تجي تمنع المواطنين اللي من المحافظات الشماليه انهم ينزلوا الى عدن لما حصل الانفصال، ما مش الحين عادوا بدري. زي ما يدخلوا المأرب بهويه ومعرف واثبات. لا هذا الكلام غير صحيح، معلش لا صحيح. لا 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 غير صحيح. غير صحيح غير صحيح غير صحيح. اشكرك اخ احمد، اشكرك، غير صحيح الكلام هذا. كل ابناء اليمن يدخلوا مأرب ولا حد يقول لهم اين انتم، واليوم ثلاث ايام حاجزين الناس على مدخل عدن، عيب الكلام هذا. هذه محافظه يمنيه. معي اتصال اخر، السلام عليكم. الو معك معزية الله، خلاص يلا أخت أحلام، تفضلي. يعني ولا بس يعني حابين نحن نقول إنه نشكركم، بس يعني بتاعت يعني ما يقدروش يرحلوا من أماكن يعني من ضغط الحوثيين. نعم يعني مرة يعني ضغطوا أكثر الناس بدهم يعبروا عن حريتهم، بس ما ضغطوا من عندهم. بالنسبة للناس اللي فين هذوم؟ الناس اللي فين؟ يعني الأماكن متفرقة، يعني مش حد يعني يقدر يخرج يعني الباب ولا يعني يجلس بالبيت نعم. طيب شكرا لك يا أحلام. يلا شكرا. حسين السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي. بارك الله فيك. أخي العزيز، بالنسبة للأخوان النازحين من المحافظات الشمالية وهم داخلين على عدن. نعم. هذا معناته انتم لما بتكلموا معناته على يعني حرس جمهوري وامن مركزي ومواطن الاثر. لا حسين، الحرس الجمهوري والامن المركزي برضه هم يمنيين. طيب انا يعني انا قصدي بس مشتيش اخرج من الموضوع، هو طبعا كلامك مهم، لكن خلينا نتكلم على موضوع الحلقه لانه قد اخذ يعني انا اشتي اركز شويه في موضوع قضيه فلسطين. عادك انت تذكر هذه القضيه ولا ايش الفكره؟ هذه نحن اصلا عندنا يهودي في اليمن اكثر من يهودي في فلسطين. هذه المشكله، والمشكله ان الاقبح من ذلك ان احنا ايش بننتقد بعضنا البعض وبنحارب بعضنا البعض.
حتى في المحافظة المحررة. يا أخي العزيز يعني اليوم نكون يعني صريحين مع بعضنا البعض. نريد ننتصر لأنفسنا. أول بالله لو سمحت لي يعني نقضى حول رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر روحان كل احترام والتقدير. أخطأ يتحملها هو وإن كان دي هناك في إيجابيات فما جزاه إلا أن يشكر. تمام. قبل حوالي 10 أيام أو 15 يوم من اغتيال الرئيس السابق علي عبد الله صالح طلع بمؤتمر صحفي داخل عدن وكأنه رئيس حزب المؤتمر بيتكلم بيحشر تعالوا يا أعضاء المؤتمر اشتغلوا يلا تحركوا القتال ليس في الجبهات القتال في كل مكان. هذا حصل يا أخي أسامة أسألك بالله ولا ما حصل؟ نعم حصل ولا ما حصل هذا الكلام؟ طيب أين الإشكالية فيه أنه يدعي أبناء المؤتمر؟ الإشكالية هو رئيس وزراء يمثل الحكومة اليمنية رئيس وزراء في ظل الوضع هذا العصيب والوضع الحساس يجب أن يتكلم باسم رئيس الوزراء ويجب أن يراعي معك الحقوق والحقوق لأبناء طيب 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 صحيح صحيح لكن ألا يعتبر يعني ألا يعتبر طيب 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 بس أشي أوضح لك حاجة هنا حسين أشي أوضح إنه هو رئيس وزراء صحيح لكن هو من هو مؤتمري معروف الكلام هذا وما يخبيش ما لا يا أخي يا أخي بس يا بلا أنت وجهة نظرك صح هذا ولا خطأ يجب الآن نتناسل أحزاب ونتناسل قبلية ونتناسل تمام ما قلت حاجة ما قلت حاجة لكن الأحزاب ليست مجرمة مش جريمة إنه يكون الأخ هذا مؤتمر أو يكون الأخ هذا أنا أدري أنا أدري بس الآن نحن في وضع حساس لا يمكن نعم. لو أن لو هو بينادي يعني بس المؤتمر أنا بنادي بس اشتراكي وأنت بالنسبة لإصلاحي وهذا باسم الناصري لهذا نحب نتمزق يجب أن نكون قدرة واحدة صحيح صحيح أنا أشكرك أخ حسين معي محمد السلام عليكم فصل محمد ال 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 الغريب الغريب في الموضوع أنا وأنا كنت طبعا أتوقع هذا الشيء عندما عملت موضوع الحلقة عن فلسطين أنه هذا ما فعلته إيران بالمنطقة بشكل عام لم تخدم أو لم يخدم الكيان الصهيوني أحد كما خدمته إيران عندما تبنت هذه القضية تقول القضية الفلسطينية وتقتل أبناء يعني العالم العربي يعني كان مع هذا الوضع المؤلم الذي نعيشه اليوم إنه كل أشغلوا الناس كل واحد بمشكلة معي أبو غزوان ولا عزوان غزوان من الضالع حياك الله أخي السلام عليكم وعليك السلام ورحمة الله كيهدر لي على فلسطين أنا في ذا كلهم معهم مشاكل والله أنا أحكي أن قضية فلسطين هي أهم قضية بالوطن العربي نعم. وعلى مستوى الدول العربية بالكامل هي أهم قضية بالنسبة لنا يجب علينا أن نتوحد وأن نناقش وأن نحاول أننا كيف نفكر أن نخرج من هذا السياسة الغربية فهذه تعتبر سياسة غربية على الوطن العربي تشكل خطورة بالكامل يعني هذا ما يحصل اليوم مثلا من حروب في الدول العربية هو يعتبر أيضا يعني هل تعتبره أنت ضمن مخطط غربي؟ فأنا أعتبره أنه ضمن مخطط غربي على الوطن العربي كيف كيف يعني يعني مثلا هل الحوثي مدعوم من الغرب مثلا؟ لا الحوثي هو إيراني لبناني بس لا اللهم إن تخطيط مكانه غربي وإيراني إيراني هو الحوثي هو شيعي من الشيعة الرافضة نعم يعني مثلا الإيران تدعم الحوثي وبعدين القوات الشرعية لما تبدأ تتقدم ناحية الحديدة تجي بريطانيا وتقول لا ما فيش الحالة الإنسانية وحاجة زي كذا يعني أكيد هذا الكلام هذا مخطط أكيد حتى أن عندما حاولوا أنهم يزرعوا الفتنة داخل العاصمة ومخطط لما عملوا بالسابق بيجوا يبدأوا بالرأس بالرأس وبعدين يحاولوا انهم يصفوا ما بعده طيب اذا كان احنا نعرف هذا الشيء يعني اعتقد انه كثير من الاخوه اللي يشاهدونا والناس اللي نعرفهم مدركين لهذا الشيء مدركين لهذه المؤامره ما هو الذي يمكن يعملها الناس علشان يخرجوا من هذا يعني او يعني ما يقعوش في فخ هذه المؤامره مو ايش يقدروا يعملوا يعني اللي يستطيع انه يعمل الناس أن المثقفين والأحزاب السياسية أو القادات الأمة العربية بالكامل يحاولوا أنهم يناقشوا المواضيع التي هي تهم الدول العربية ويحاولوا أنهم يصلحوا الشأن الداخلي بداية ويحاول من قدر ما نحن نخرج من هذه الأزمة الإنسانية أو الانتهاكات التي تحصل في الدول العربية نعم
طيب اشكرك ابو غزوان. اذا كلام مهم من الاخ ابو غزوان، يرى انه الـ 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 يعني الذي يحصل هو نتيجة مخطط غربي، والغريب انه كلنا نعرف هذا المخطط، يعني كلنا نقرا ودارين، وجيت تسال اي واحد بيجيب لك الاجابات الواضحه انه في النهايه حتى ما يحصل من حروب في الوطن العربي، وعندما تتدخل هذه الدول الكبرى امريكا بريطانيا فرنسا مش عارف ايش في موضوع حل ويدخلوا يتوسطوا، طبعا ما السلاح هذا من فين واجي اصلا، والطائرات هذه من فين، والأسلحة هذه من فين، الصواريخ الحرارية من فين، والنواظر الليلية من فين، والطائرات بدون طائر من فين، كلها من عندهم. يعني يبيع لك بعدين يقول لك كما لا تقتلش، يجيب لك سلاح بعدين يقول لك لا تقتلش، بعد ما تقتل يرفع عليك قضية بمحكمة الجنائية الدولية يقول لك أنت قتلت، طيب أنت ليش بعت له السلاح؟ يعني ما يحصل إنه اللعب على يعني ما فعلته إسرائيل فعلته بعدين مثلا الميليشيات الإيرانية، استغلت الخلافات بين الناس، يلا نحن نعمل مشكلة بين مصر والسودان، نعمل مشكلة بين ليبيا والجزائر، نعمل مشكلة هكذا، مشاكل 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 مشاكل، وتنفذ من هذه، يعمل لك مشكلة بين الدولة هذه، وجاب لهذه الدولة سلاح، وجاب لهذه الدولة سلاح، نفقوا السلاح حقهم وشفطوا حقك البترول وهكذا. نفس الفكرة فعلتها الميليشيات عندما كيف دخلت صنعاء، دقت السلفيين في دماج والمكونات السياسية ساكتة، دقت الإصلاح والمؤتمر ساكت، دقت المؤتمر الآن والناس ساكتين، وهكذا تجلس تقضي على يعني على الناس واحدا تلو الآخر. من تعليقات المشتركين عبر الفيسبوك أيضا، عبد مكعبش يقول ما يفعله الحوثيين لم يفعله اليهود من قبل في صنعاء وغيرها، إعلانهم وهم وتضليل، يدعون الموت لأمريكا وهم يقتلون الشعب اليمني، إسرائيل والحوثيين يقول هدف واحد. إذن هذا هو الـ يعني هذا يعني الشيء واضح، لكن والمثقفين والنخب والتلفزيونات كلها تتكلم عن هذا الكلام، لكن الفعل غريب، الفعل انبطاح، الفعل انه يعني احنا دارين انه الكيان الصهيوني ايش يعمل 1 2 3، واحنا نقول له يلا نطرف له عاد، احنا نطرف له المصروف، هذه اشكاليه كبيره. خلينا نشوف ايضا رسائل على الواتساب. مشتركنا يقول القدس قضية دينية تخص المليار مسلم وأكثر، لكنها لا تخص حكام العرب والمسلمين من ناحية أخرى، كشعوب عربية متشتتة متفرقة تقتل بعضها البعض، لا يرجى منها شيء لأنها شعوب مفروغة فيها من الجهل والتخلف الشيء الكبير. يعني هل هي الإشكالية فقط الجهل والتخلف، ولا في مشكلة أخرى أيضا؟ معي أحسن من عمران، السلام عليكم. ألو. مرحبا. بس. حياك الله اخي. يا اخي اشكي اسف ذنوب. نعم تفضل. ايوه احسن اكتم صوت التلفزيون، اسمعني من التلفون اذا تكرمت. ايوه ايوه اشكي اسف على وضع الجنوب يا اخي، وضع الجنوب وضع انهار ما قدرت. طيب الكويب بنشوف موضوع الجنوب، كلمني على عندك عمران كيف الامور طيبه؟ الأمور تصبر، يد وحده تصبر وضع اليمن كامل، ولكن نظرت أنا الإمارات تجاوبني بصراحة. ما عاد بش ما عاد الحوثيين ما عاد فجروش بيت بعد بيت المشرقي، ما عاد بش بيت ثانية فجروها. لا ما حد الآن ما بش ولا بيت. يعني بس المشرقي بس. هاي بيت المشرقي فقط. ولكن أشي سألك سؤال. من ذا الحين من بيت المشرقي هذا من بيصلحه؟ بيصلحها بتصلح الدولة حقتنا. يعني الحوثي يفجر بيت المشرقي والدولة تصلح البيت؟ أكيد بايش بس شيء كده، أكيد الدولة دي تحمل مسؤولية هذا الشيء، ولا من ميزانية من ميزانية الدولة، والدولة معها صلت تدي مرتبات الآن، معكم مرتبات. لا ما اختلفنا، أنا أسألك سؤال واحد فقط جاوبني بصراحة. السجون السرية حقت الإمارات في الجنوب ليش يا أخي؟ ليش بعض السجون سرية في الجنوب؟ طيب والسجون السريه اللي موجوده في عند الحوثي هذه ايش وضعها؟ لا هذا يمني الحوثي، لا مشكله مستبد احنا وياه، وهذا اجنبي وهذا اجنبي هذا اجنبي هذا اجنبي نقدر نسدنا وانت يا احسن 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 احسن, أحسن. هذا اجنبي اذا سدينا انا وانت ورجعنا دوله بنقول له مع السلامه. انا اكلمك على هذا اليمني الذي وكيد، لكن ليش يا اخي لا تكون السجون حقت الامارات تبع الدوله حقتنا في عدن؟
عادي المؤسسة الأمنية الذي دمرها الحوثي عادي ما ابتنتش، وبالتالي معنا الحوثي لأنه دمر دولة جت الدول هذه جت تتعبث بنا. ذا الحين لو قضينا على الحوثي ورجعنا الدولة بس تنتهي هذه الدول. أطلبها أنها دولة إذا هي جايت الدول تتعبث بنا، ليش بدك هي أطلبها أنها دولة وأنها عادي بتحرر عادي ما رجعت الدولة، ما رجعت الدولة والحوثي موجود داخل صنعاء والحوثي موجود داخل عمره، ما هيش دولة. هذه الدولة تعتبر عادي الدولة بس تعال. وبن جغربي إنه الدولة دولة في عدن. لا بيعلنوا على مناطق محررة، بيعلنوا على مناطق محررة، هذه المناطق عادها يتم بناء الأجهزة، بناء أجهزة مؤسسة كاملة منطقة محررة. أيوة نتكلم الدولة هي جزء، هي لا تتجزأ. اليوم نتكلم عن مؤسسات الدولة لا زالت موجودة عند الحوثي، وفي عندك يعني هذه المؤسسات وهذه الأسلحة التي لا زالت بيد الحوثي لا زالت تهدد دول الجوار وبالتالي والمنطقة بشكل عام. بالتالي ما دام الحوثي عاد باقي معه صاروخ واحد ستظل الدول هذه فارضة عليك وصايا. لا يقول لك لأنك ما اختلفنا في هذا الشيء، أنا موافق في هذا الشيء ولا فنوافقين في هذا الشيء، إن عدن الجنوب كامل تحت سيطرة عبد ربه منصور هادي وبن دغد، وكيف إن الإمارات مخترقة يعني شلون سدية تحبس تربط شل من المواطنين يعني هذا الكلام إحنا قد نعثناهم هنا 20 مرة، موضوع السجون السرية وموضوع الحزب في قناة بلقيس جاء اتصالات وقهوة وصاحوا منها وقبلت في قناة بلقيس وقامت معهم ووقفت معهم. أنا في هذا البرنامج قد نعثت الموضوع حق السجون السرية، قد فعلنا لهم الشيطان الرجيم، تكلمنا عليهم 100 مرة. هل أنتم بتتكلموا على المساجين؟ هذا بيمخوض الناس ما خلوهم يتفقوا يد واحدة. طيب أنا أكلمك الآن على المساجين الموجودين عند الحوثيين، هل بتتكلموا منهم؟ إحنا بنتكلم، إحنا بنقول إن في سجون في 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 تبع الإمارات وبنتكلم عليهم في في نشرات الأخبار وفي هذا البرنامج أكثر من مرة. أنتم بتتكلموا على المساجين الذي عند الحوثي ولا لا؟ يا أخي بنتكلم على المساجين كاملاً، ولكن أنا بدي أستجين عند الحوثي ولا عند الإمارات، لأن الحوثي يمني، لأنها يعني نظلم على الإنسان. يا هو أنا مشتكش تنسجن لا عند الحوثي ولا عند الإمارات. إحنا نريد دولة أن تعود. نحن نرفع عن المساجين عند الحوثي، أما إذا عاد مساجين الإمارات ما لا نمشي نرفع أهم من مساجين. شوف أخي أنا بقول لك شيء. موضوع السجون اللي عاملتها الإمارات كل الناس كل القنوات قد تكلمت عنها وكلنا، وإحنا هذا الشيء رافضينه ولا يمكن أحد إنه يقبله ولا أحد بيبرر له. خلاص أنا بتكلموا عنها، ولكن كأنهم ما بيتكلموا عنها. لا بنتكلم منها وتكلمنا. أنت مشكلة ما بتتابعش، إذا ما تتابعش هذه مشكلتك أنت، لكن إحنا نتكلم إنه إحنا تكلمنا عنها سواء في هذا البرنامج أو في نشرات أو في برامج أخرى. ليش ما بها استجواب؟ ما بها استجواب ولا يعني كأن الناس ما بيتكلموا. كيف استجواب؟ إيش يعني ما فهمتش إيش تشتي نعمل؟ الإمارات ما في عن معنى دولة، ما هي دارية، بحد عادها في دافع في أمرها. أحسن أنت داري. هل تعلم يا رعاك الله أن اليمن اليوم تحت البند السابع، يعني في أشبه بوصايا بسبب هذه الميليشيا الحوثية إنها انقلبت على الدولة؟ هل أنت مستوعب هذا الموضوع؟ مستوعبين الكارثة التي فعلوها الحوثي لما انقلبوا على الدولة وأخذوا سلاح الدولة، إنه وصل وضع اليمن إلى أنها تكون تحت البند السابع تحت الوصاية الدولية؟ هل أنتم فاهمين الموضوع هذا؟ المشكلة أن احنا تحت البند السابع ودول الجوار جايت عاد توفي الباقي. تمام، أنا ما قلت شيء الحين أنهم ملائكة، أنا لم أقول أنهم ملائكة من السماء، لكن ما دام والحوثي مستولي على الدولة ومنقلب على الدولة ستظل هذه الدول معاها مبرر أنها تتدخل بكل أخطائها، من بينها السجون السرية ومن بينها الأحزمة الأمنية حقها. إحنا بنقول هذا الكلام. ليش ما يخرجوا مسيرات في الجنوب على الإمارات وعلى السجون السرية؟ هي بتخرج، انت عارف انه في عدن بتخرج مظاهره الامهات يشتين حقهن المعتقلين، ما بيقدرش. خرج النسوان في صنعاء خرجوا لهن الحوثيه دزدزوهم بالكهرباء. مشكلتك انك ما بتتابعش، في اشكاليه حقيقيه موجوده. بس يعني قضيتنا انها يعني الامارات جايه تعيننا بس ما جات تعيننا. طيب يا حسن انا اشكرك لانه وقت البرنامج خلص طبعا تماما انتهى، لكن انا اريد ان انوه الى هذا الموضوع. فكره انه اوكي احنا نقول انه في اشكاليه حقيقيه في موضوع الامارات وسجونها السريه، لكن الكل يتكلم عنها، صحفيين موجودين في عدن يتكلموا عنها، مسيرات امهات يخرجوا يتكلموا عنها ويروحوا بيوتهم. في اشكاليه لكن مش بحجم الذي موجود في ومن المتسبب اصلا في هذا الموضوع؟ الميليشيا الحوثيه. عندما اسقطت الدوله تدخلت هذه كل الدول، اذا عادت الدوله للدول هذه خلاص ما بيكونش هناك اي مبرر لتدخلها. في ختام هذه الحلقه تكلمنا عن فلسطين، لكن كان
الوضع في اليمن هو السائد، وهذه هي الخلاصة التي يمكن أن نقولها. ما فعلته هذه الميليشيا الإيرانية أنها أشغلت هذه في كل الدول، أشغلت الناس عن قضيتهم المحورية وعن قضيتهم الأساسية، قضية فلسطينية. ختام هذه الحلقة، أشكركم كثيرا، في أمان الله.